يعني الظروف الأثناء الخطبة كانت فترة الخطبة شوي صعبة يعني. شو أصعب شيء يعني فيها؟ كل حدا له معتقداته يعني، هي بالنسبة لأنا وأهلها ما كتير اتفقنا يعني، فينا نقول يعني معتقدات أهلها أو تفكيرهم لا يتطابق مع تفكيري، ف يعني كان في عدم تفاهم فينا نقول يعني. وكيف كان هذا الشيء أثر عليها نفسيا يعني، حتى لأنه هي أنا من جناب وأهلها من جناب، لأن ستة وجدة وأبوها إيه، فكان صعب. تزوجتوا برضا الأهل؟ هي أكيد برضا أهلها؟ برضا أهلها أكيد طبعا، رغم هالاختلافات. بصراحة أنا كنت يعني أتحملهم وأصبر يعني خلاص يعني، إنهن هن بيحبوا يكون أنا ما بناقشهم كتير، إنه خلاص إنه أنا بدي بهمني جيدة يعني، لأنه اليوم إذا بدي ناقشهم بده يصير كمان في حكي وممكن يحتد أو ممكن ما يصير تفاهم، فأنا أختصر على حالي هذا الشيء إنه خلاص يعني أنت هيك أوكي جيدة. أنا ما كنت حابة أندكيكة، بس كنت عم بسأل حالي دايماً أنه شو بيخلي كابل صارلون مثلاً سنة مزوجين يطلعوا يحكوا عن الحياة الزوجية على السوشيال ميديا بمجتمع سوري، يمكن أنتوا أول شخصين افتتحوا يعني هيدا الجانب. قدي صار لك منك شايفة أمك؟ صار لي تقريباً 8 سنين لنقول من وقتها ما شفتها، من وقت راحت قال هلأ أنا ما شفتها. ليه ما شفتيها؟ ليه ما عاد قدرت تنزل على البلد، هي برا سوريا. هي برا سوريا. تواصلتوا؟ جربتي تواصلنا يعني كل فترة نتواصل نقطع نتواصل نقطع. أي متى كان التواصل الأول مع أمك؟ كان التواصل الأول مع أمي تقريبا بعد شي 4 سنين من وقت راحت. شو قلتي لأول أول مكالمة حكيتوها؟ ليه؟ شو كان جوابها؟ قالت لي ظروفي بخبرك بعدين، ورجع الوقت خبرتني. وبس خبرتك اقتنعتي؟ ايه. سامحتيها؟ بكل صدق؟ لسه يعني ما بحس حالي اني سامحتها 100% بصراحة. شو المشاعر اللي هيك بتكنيها تجاه امك لما تفكري فيها، لما تشتاقي لها، شو بتقولي بينك وبين حالك؟ بحبها، بس انه ان شاء الله هيك مع الوقت بقدر اشوفها كثير يعني، هيك مشتاقة لها من كل قلبي. أكيد. شو بتتخيلي أول ما تشوفيها حتعملي وهي حتعمل؟ ما بعرف. شو المانع نكون محمد، شو المانع أن تشوف أمها هلأ؟ هي موجودة بتركيا. نعم. بصراحة وصعب أن تطلع من تركيا حاليا يعني بسبب ظروفها، ممكن بعد شهرين تقدر تطلع من تركيا. طب ما بتفكر تاخذها لجيدة شهر عسل على تركيا؟ الخطة أنه هلأ إن شاء الله بالوقت القريب بدي أخذها لعنيك لتشوف أمها، لتشوف والدتها. قبل ما تتزوجي جيدة أنت ما كان عندك سوشيال ميديا؟ لا أبدا. ليه؟ ما يعني أهلي متحفظين سو إنه هنن بالنسبة لهم هذا موضوع السوشيال ميديا ملغي تماماً.